بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى قبل الحج من كتاب اللعان ومباحثه وأحاديثه التي أوردها المؤلف فيه، حتى وقفنا على كتاب جديد أو باب جديد، وهو كتاب الرضاع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الأحكام كتاب الرضاع، الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه قال: صريحه يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام، وقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الحرام بالنسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب. بارك الله فيك. طيب، قال الحافظ عبد الغني المقدسي وهو صاحب عمدة الأحكام كتاب الرضاع، ويصح كذلك الرضاع بفتح الراء وكسرها، فلك أن تقول الرضاع والرضاع، فكلاهما صحيح في لغة العرب. قال: كتاب الرضاع، الحديث الأول في هذا الكتاب، وهو الحديث 33 بعد 300 من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، وحمزة بن عبد المطلب عمه، في بنت حمزة قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وهذا الباب أحسبه بابا في غاية الأهمية، وذلك لأن الرضاع أو الرضاعة وهو أمر منتشر لا سيما في القرى والأرياف ونحوها، فإن هذه الأحكام ربما تخفى على كثير ممن يأخذ بهذا الباب أو بهذه المسألة، وهي مسألة الرضاع. فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتزوج بنت حمزة، وهي بنت عمه، قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وذلك لأن ثويبة، وهي مولاة لأبي لهب، قد أرضعت حمزة، وحمزة رضي الله تعالى عنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بعامين أو ثلاث، فأرضعته. ثم بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرضعته ثويبة قبل أن ترضعه حليمة، فلك أن تتصور أن عمه حمزة صار أخا له من الرضاعة. فلما سئل أن يتقال: لا، لا تحل لي، بما لأنه رضع هو وحمزة رضي الله تعالى عنه من ثويبة، فصار أخا له في الرضاعة، فلذلك صارت بنته أي بنت حمزة
صارت بنته بنت أخيه وليست بنت عمه، صارت بنت أخيه وفلا تحل له. ولعل أيضا في هذا ما يبين أو ما يرفع كثيرا من الوهم الذي يقع فيه الناس أنهم يظنون أن الرضاعة لا بد أن تكون من أم، بمعنى أن أم فلان أرضعت فلان فصار أخا له، أو أمه ترضع فلانا فيصير أخا له. نقول لا، حتى لو جاءت أجنبية فأرضعتك ثم أرضعت غريبا آخر صار الغريبان أخوان من الرضاعة لهذه لفلان هذه. وهذا أيضا أمر يعني يتوهمه كثير من الناس فيظنون أن الرضاعة لا بد وأن تكون أما لأحدهما. نقول لا، حتى لو جاءت امرأة غريبة فأرضعت فلانا ثم أرضعت فلانا صار أخوان في الرضاعة. يقول الشارح الشيخ تقي الدين: صريح هذا الحديث يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام، بمعنى أخوك من الرضاعة إذا جاء ببنت حرمت عليك، صارت بنت أخيك. وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحرام من النسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء كلهن محرم عليك من جهة النسب، وهي التي جمعتها آية الله الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء كلهن محرمات بالنسب. وهناك ما يسمى المحرم بالصهر بالمصاهرة، وأيضا جاء في قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء كلهن محرمات، لكن حرمتهم هي من قبيل المصاهرة. ليش نسوق هذا الكلام؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وصف وهو النسب، وهو النسب، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك المصاهرة ما تدخل هاهنا، بمعنى أن المصاهرة لا تلحق في الحرمة بالرضاع مثل النسب، إنما يحرم بالنسب. وهذه مسألة لعله أيضا سيأتي بيانها أو إشارة لها بعد قليل. فإذا قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن الرضاع يكسب ما يكسبه النسب من الحرمة. ولعلنا نسوق على وجه الإجمال أو تلخيصا لما سيأتي من كلام المؤنف حتى تتضح صورة المسألة، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في القراءة، لأن المؤلف جاء في هذا الموضع فأتى بتعقيد لفظي أتعبنا فيه، حتى أن الصنعاني في آخر الكلام يعني فقرة كبيرة قال: والبقية الكلام واضح، وهي ليست بواضحة، لكنه كأنه يعني أراد أن يتجاوزها، يعني ما أورده المؤلف من تعقيد لفظي. ومن خلال القراءة أيضا ربما تبين لي أن هناك خطأ، يعني إما أن يكون خطأ من النساخ، يعني عبارات يعني زائدة إما من النساخ أو من المؤلف نفسه، بمعنى سبق لسان لأنه أملاه سبق لسان أو نحو، ولعله ستبين. لكن نوجزها فيما يلي، أي المسائل التي سيأتي عليها المصنف فيما يلي. فاطمة، نسميها فاطمة، هذه أرضعت طفلا، جاء طفلا فأرضعته، فلما أرضعته قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
إذن صارت فاطمة أما له، أم من الرضاعة، فيحرم عليه، خلاص صارت هذه أمه من الرضاعة. طيب بنت فاطمة هذه بنتها التي ولدتها صارت أختا له، صارت أختا له، صارت مثل الأم. فكما أن أولاد الأم يصيرون إخوانا لك سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع صاروا أخا له، فبنتها صارت أخا له. أخت فاطمة هذه التي أرضعت أختها صارت خالة له. طيب أم فاطمة صارت جدة له. يبقى أمر آخر، طيب الزوج يحرم من الرضاع ما يحرم، الزوج يصير أبا له من الرضاعة مع أنه ما أرضعه، لكن لما كان زوجا لذلك يسمى لبن الفحل، لبن الزوج، فيصير زوج فاطمة هذا أبا له، يصير أبا له من الرضاع. طيب إذا كان للزوج بنت من زوجة أخرى من غير فاطمة مثلا، هذا الزوج له بنت، يصير أخا له، يصير أخا له، لأن هذا صار في مقام الأبي من الرضاع. وبنت زوجها كذلك، بنت الزوج صارت أخا له. طب هذا الزوج ويسمى بلبن الفحل، لبن الزوج، لبن الرجل، مع أنه ما ليس له لبن لكن يلحق به مجازا، فيقول طالما أن زوجته هي التي أرضعت فهذا اللبن ينسب أيضا إليه فيصير أبا له. طيب أخت الزوج، أخت هذا الرجل، تصير عمة له. أم هذا الزوج تصير جدة له. وبنات بنيها وبنات بناتها، طيب بنات الابن وبنات البنات، يصير هذا الولد الذي الذي رضع من فاطمة إما أن يكون عمهم أو خالهم، إما أن يكون عمهم أو خالهم. هذا يعني ما تلخص من كلام المؤلف الآتي، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقف على ما أورده في هذا المقام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأمك كل من أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، وكل امرأة أرضعت بلبنك. خلينا نأخذ واحدة واحدة يا شيخ أسامة، لأنها طيب. ثم أخذ بعد ذلك في بيان من هي الأم. قالوا أمك كل من أرضعتك، مقدار الرضاع إن شاء الله سيأتي يعني بيانه لعله في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، كم مقدار يعني الرضاع، يعني هي خمس رضاعات، هل المقصود هي مهمة لعل يعني الإخوان الذين لا يستطيعون الحضور يعني في المرة القادمة لا بأس من ذكرها الآن. إذا قلنا خمس رضاعات محرمات، اختلف أهل العلم ما المقصود بالخمس هذه، هل هي خمس مجات، خمس مصات، بمعنى هذا الطفل أخذ خمس مصات، هذا قول، قال إذا خلاص مصة مصتين ثلاثة أربعة خمسة يعني ثبتت الحرمية. ومنهم من يقول لا، على حسب النفس، أخذ مص ثم أخذ نفسا، هذه واحدة يعني أخذ ثلاثة أربعة مصات ثم أخذ نفسا، هذه واحدة. ثانيا أخذ كذا مصة كم مصة ثم أخذ نفسا، لأن الطفل يأخذ نفس، قالوا هذه اثنين وتحسب هكذا. والقول الثالث قالوا على حسب الوجبة، وهذا الذي يترجح وهو الأحوط والأفضل أن يفتى به، نقول لا، الخمسة المقصود وجبة كاملة مشبعة، حتى وإن أدار الطفل وترك الثدي دقائق ثم رجع، لكن المقصود يعني بالرضع خمس رضعات، بمعنى رضعة كاملة مشبعة
حتى وإن ترك الثدي للحظات أو لدقائق أو نحوها، مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، وهذا الذي رجحه غير واحد من أهل العلم، وربما بنوا هذا القول قالوا هذا هو الأحوط، وهذا لا شك، لأنه إذا جعلنا الحرمة بمجرد يعني أن يلتقم يعني مصة مرصتين ثلاثة أربعة خمسة، يعني ربما أدى ذلك إلى حرج، لكن نقول المقصود به وجبة كاملة، وجبة مشبعة. فقال أمك هي كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك. طيب هذه التي أرضعتني ثمة امرأة قد أرضعتها تصير أيضا جدة لي، أرضعتني وكذلك من أرضعتها، من أرضعت مرضعتي تكون أيضا جدة لي، سماها أما من قبيل المجاز بمعنى تحرم عليك، لأن الجدة يعني يعبر عنها، وكذلك الجد يعبر عنه بالأب، ويعبر عن الجدة كذلك بالأم. فهذا المقصود. قال أمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة. من ولدتك، من ولدتك؟ أمك التي ولدتك. هب أن لأمك التي ولدتك مرضعة تصير جدة لك، أما لك. شوفوا لاحظوا يعني أسلوب المؤلف فيه شيء من التعقيد، يعني حين يقول أو أرضعت من ولدتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، هو كان بإمكانه يقول الأم أو الجدة، لأن التي ولدتك بغير واسطة، التي ولدتك بغير، وهي أمك، والتي ولدتك بواسطة هي الجدة، لأن الجدة لولا وجود الجدة ما ولدت أنت، بمعنى أنها ولدت أمك ثم ولدتك أمك فصارت بواسطة. الشاهد هنا هذا يعني أحيانا يعني أصحاب المصنفات ربما سلكوا سبيل الإغماض يعني في التعبير، وهذا المبحث من هذه المباحث، وأحيانا يقولون المؤلفون يتقصدون ذلك، بعض المؤلفين يقول يتقصد ذلك أن يأتي عبارته يعني فيها شيء من الغموض حتى يحفز الذهن على الفهم وعلى القراءة وعلى التحري. فكان بإمكان المؤلف يقول وأمك كل من أرضعت والدتك أو جدتك، لكن قال لا، من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل. طيب هذه التي أرضعتني لها والدة ولدتها تصير أيضا جدة لي، تصير جدة لي، وكذلك الفحل يعني زوجها أبوه يصير جدا لي، أبوه يصير جدا لي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل، وكل امرأة أرضعت بلبنك أو أرضعتها أو أرضعتها امرأة ولدتها أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك، وكذلك بناتها من النسب والرضاع. وأيضا هذه كذا من المسائل، لأنه يعني إذا قلنا ولدته ولا يعني سيأتي بيانه على كل، قال وكذلك الثاني هذه كل امرأة أرضعت بلبنك، إذا كنت أنت الزوج، فكل امرأة رضعت من زوجتك يسمى أنت تصير أبا لها من الرضاع، فكأنه أرضعت بلبنك، وقلنا ويسمى هذا بلبن الفحل، أو أرضعتها امرأة
ولدتها يعني بنتك، وكان بإمكانه أن يقول أو رضعتها بنتك، لكن يعني أراد يعني بكلام أشبه بالإلغاز، أو أرضعتها امرأة ولدتها، بمعنى ابنتي أرضعت، أرضعت بنتا تحرم علي، صارت محرمة علي، أو أرضعت بلبن من ولدت ولدته، هكذا تشكيلها، أو أرضعت بلبن من ولدته، ولدي أنا له زوجة، زوجته أرضعت بنتا، فصارت هذه البنت التي رضعت بلبن الفحل، وهو ابني، فقال أرضعت بلبن من ولدته وهو الابن، فهي بنتك، تكون بنتي. فإذا بنتي أرضعت بنتا صارت هذه البنت بنتي، إذا ولدي زوجته أرضعت بنتا فرضاعة هذا البنت بحليب الفحل، بحليب الولد ابني، فتكون هذه البنت ابنتي. وكذلك بناتها، أي هذه المرأة التي رضعت، بناتها سواء كانوا من النسب أو الرضاع يعدون بناتا لي، أي أحفادا لي. فهذه البنت مثلا التي رضعت بلبن ابنتي فجاءت ببنت أخرى، يعني تزوجت وجاءت ببنت، تكون حفيدة لي وتحرم علي، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وكل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك، وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل، وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك. أنت عندك نقطة يا شيخ أسامة من بداية السطر، لا يعني من ولدتهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك، نقطة. وعندك هذا أيضا يعني من أخطاء التحقيق التي يعذرون فيها، لا سيما لأنه هذا الكلام وكذلك هو تتمة للكلام السابق، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان. فاصلة وليست نقطة. وكذلك فاصلة وليست نقطة، وعماتك وخالاتك فاصلة. ثم نقطة. فاصلة. أحسن، جيد. أحسن الله إليكم. لا، أنا عندي نقطة ثم بدأ من سطر جديد، وكذلك كأنها كلام مستأنف وهو ليس كذلك. أحسن الله إليكم. وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع. قف هنا، جزاك الله. طيب الثالث، قال كل امرأة أرضعتها أمك، من باب أولى، إذا كانت الغريبة إذا أرضعت صار ولدها أخا لي، من باب أولى إذا كانت أمي أرضعت أحدا فإنه. قال وكل امرأة أرضعتها أمك، إذا أرضعتها أمك تصير هذه البنت أختا لك في الرضاعة، أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك. كيف بلبن أخيك؟ يعني من غير أمك، هب أن أباك يعني له زوجة أخرى، وزوجته الأخرى أرضعت بنتا، زوجته الأخرى أرضعت بنتا. طيب إذن تكون هذه البنت قد رضعت بلبن أبيك فتصير أختا لك، رضعت بلبن أبيك فتصير أختا لك. إذا كان الوالدة واضح، أمك أرضعت صارت هذه البنت أختا لك. طيب أبوك إذا كانت له زوجة وزوجته أرضعت بنتا صارت هذه البنت أيضا أختا لك. من أي وجه؟ نقول من قبل أبي، أي بلبن أبي. قال وكذلك كل امرأة
ولدتها المرضعة أو الفحل، كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل أي الزوج فهي أختك. هذه المرضعة التي أرضعتني متزوجة، فجاءت من زوج من زوجها يعني ببنت، صارت هذه البنت أختا لي. ها؟ وكذلك الفحل إذا أتى ببنت الزوج تصير هذه البنت أختا لي. انتهى الكلام. فأخوات الفحل، هذا كلام مستأنف جديد ولا أدري لما أتى بالفاء هنا، والأصوب أن يأتي بالوائها، لأن الفاء هنا موهمة أنه يعني أنه أن هذه الفاء سببية لما سبق، لكن الصواب أن يؤتى بالواء بمعنى عاطفة، يعني تعطف هذه الجملة على سابقته، وإلا قوله فأخوات هذه جملة مستأنفة. لذلك ابن العطاري وهو تلميذ المؤلف لما شرح هذا الكتاب أيضا أورد كلام المؤلف في هذا المقام، لكن قال وأخواته، لعل هذا هو الصواب. إذن قوله فأخواته هذا جملة مستأنفة جديدة. فأخوات الفحل أي الرجل الزوج والمرضعة وأخوات من ولدتهما وأخوات من ولد من ولد ولدتهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك. أخوات الفحل أخوات الزوج، وأخوات المرضعة، وأخوات من ولدتهما يعني أبو المرضعة، أم المرضعة وأبو المرضعة وأم الزوج وأبو الزوج، هؤلاء كلهم يصيرون عماتك أو خالاتك، عماتك أو خالاتك، لأن من ولد المرضعة ومن ولد الفحل أخواتهم يصيرون عمات لك. وربما يعبر عن هذا أيضا بالجدات، يعني مثلا أخت جدتك من أمك، يعني في عرفنا نقول جدا، نسميها جدة، لكنها هي في الحقيقة خالة، لأن الجدة في مقام الأم مثل الأم هي خالة، لكن في يعني في 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 في, في عرفنا المعاصر الآن نقول الجدة. قال وكذلك، هذا عطف على ما سبق لأن الجملة ما انتهت. قال وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، من جداتي أنا أم أمي أو أم أبي، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك، أبو الوالد أو أبو الوالدة، بمعنى رضعت امرأة يعني بلبنه. قال سواء كان من النسب أو الرضاع، تتمة الكلام عطفا على ما سبق، فهن عماتك كذلك وخالاتك. ها هنا عندي في النسخة التي بين يدي وضع نقطة ثم استأنف، قال وكذلك، يوهم أن هذا كلام مستأنف وليس الأمر كذلك، بل هو عطف على ما سبق، بمعنى أن الجدة أم الأم وأم الأب، وقص على ذلك يعني ما على أخواتهم، أخوات الجد وأخوات الجدة يسمون سواء كانوا من الرضاع والنسب يكونون عمات وخالات. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع، وبنات أولاد يعني تتمة الكلام يا أحباب حتى يعني أو الرضاع، فهن عماتك وخالاتك أو عماتك وخالاتك، لا بد من تتمة هذا الكلام. نعم. وبنات أولاد الموضة، هذا ها هنا
نبدأ يعني وبنات أولاد المرضعة والكحل. لعلي أشير شيخ أسامة يعني شوف في هذا المقام لما جاء الكلام الآتي يعني فيه تعقيد لفظي يعني حتى أن الصنعاني وصل إلى هذا الموضع قال وبقية الكلام قسها يعني قسها على ما سبق. كيف قيسها على ما سبق؟ يعني يعني أنت شرحت هذه ما سبق واحد واحد، فلما جئت لبقية الخمسة الأصول قال وقسها، مع أن الكلام الآتي في غاية يعني في غاية التعقيد وسيأتي بيان. إذن وبنات أولاد المرضعة هذا كلام مستأنف. نعم وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك، وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك. طيب قف إلى هنا، معلش يا شيخ أسامة أتعبناك جزاك الله خير. هذه المرضعة وزوجها الفحل قال بنات أولادها، بنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك، بنات أخيك وأختك لها أولاد، هذه المرضعة لها أولاد التي أرضعتك لها أولاد، ثم أتت ببنات هؤلاء الأولاد أو هذا الولد أتى ببنات، قال هؤلاء البنات هن بنات أخيك وأختك، بنات أخيك وأختك، لأن هذا الولد أخوك، فإذا أتى بعد ذلك ببنات فهن بنات أخي، بنات أخي من الرضاعة. قال وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك. طيب أختك أرضعت شقي أرضعت، قال كل أنثى أرضعتها أختك، لأنك تصير في حقهم إيش؟ يعني إذا أرضعت أختك طفلا تصير أنت لها إيش؟ خال، ها؟ تصير لها خال. قال كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أختك، هكذا موجودة في نسخة الصنعاني. عندك أختك يا شيخ أسامة؟ ولا أحسبها تتم، لأن احنا الكلام ذكرنا الأخت، ذكرنا الأخت أنها إذا أرضعت، إذا أرضعت صارت هذه البنت محرمة عليها لكأنها خالة. ما يقابل الأخت من؟ الأخ. فصواب الكلام وأظن هذا والله أعلم أن الصوابها أو أرضعت بلبن أخيك، لأنه إذا أخوك أرضعت زوجته بنتا صارت هذه البنت بنت أخيك بلبن الفحل بلبن أخيك. فإذا والله أعلم أنها هنا خطأ، صوابه أن يقال كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك، ما يتم الكلام، موجودة في نسخة الصنعاني ولعل لذلك الصنعاني كذا يعني تجاوز عنها. وصوابها بنات أرضعت بلبن أخيك، إذن أختك وأخيك. وبناتها أي التي أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك، بناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك وأخيك، يعني يعدون بنات أختك وأخيك، تكون خالا لهم. وفي حق أخيك إذا زوجته أرضعت امرأة أرضعت بنتا تكون هذه البنت صار أخي أبا لها من الرضاعة، من الرضاعة، فتكون بنت أخي، ها؟ فتكون بنت أخي. نعم قال رحمه الله وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك. بارك الله. وبنات كل تعبناك معلش يا شيخ لا أبد. كل ذكر أرضعته أمك
أرضعت أمك ولدا؟ قال أو أرضع بلبن أخيك. يصير هذا الكلام أخيك؟ من هو الذي يقابل الأمة؟ إذا قلنا أم أرضعته أمك مقابل الأم من؟ الأب. فصوابه ها هنا أو أرضع بلبن أبيك، أو أرضع بلبن أبيك. إذن كل ذكر، كل ولد رضع من أمك أو رضع بلبن أبيك بمعنى من عن طريق زوجته أو رضع بلبن أخيك، هذا الذكر قال بناته، بنات هذا الذكر وبنات أولادهن هن بنات أخيك، أيضا يحرم، يحرمن عليك، يصير يصيرن بنات أخيك، لأن هذا الذكر أخي، إذا رضع من أمي صار أخي، أخي أخا لي. وإذا رضع بلبن أبي سواء حتى لو من زوجته الأخرى، بمعنى أن زوجته الأخرى هي التي ترضع، صار أخا لي بلبن الفحل، بلبن أبي. بناته وبنات أولادهن هم بنات أخي، بمعنى أنهم يحرمن علي. لذلك أيضا تعدل في النسخة التي بين أيدينا، فصوابها والله أعلم أن يقال وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أبيك، ما يقال بلبن أخيك، لأن لبن الأخ ذكرناه قبل قليل، بلبن أخيك. عندي زيادة هنا لعلها ما هي موجودة في نسخة هذا، وهذا الذي أنا يعني ذلك وضعت، قلت هذه زائدة، ولعل الشيخ أسامة الآن من قراءته تبين. وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك، ما عندك أو أختك؟ لا، وبنا لا. وهذه العبارة أو أختك هذه أيضا زائدة في النسخة، فلعلكم يعني لا 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 يعني تمحى، لأن الكلام يتم بغيرها. نعم. قال رحمه الله هنا وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أختك. طيب بارك الله فيك. وهذا الذي يبين أن العبارة السابقة حين قال بلبن أخيك خطأ، لأنه شوف الآن هو ذكر قال بنات كل ذكر الأولى، ثم ها هنا قال بنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك، وهذا مما يعني يساعد المرأة لا سيما في تحقيق النصوص أن يتبين أن تلك العبارة ما يرجح أنها خطأ. لما قال أو أرضع بلبن أخيك هي خطأ، هي بلبن أبيك، بدليل أنه لما جاء إلى بنات البنات قال وبنات كل امرأة أرضعتها أمك، أرضعت أمي بنتا، أو هذه البنت أرضعت بلبن أبي، بناتها وبنات أولادها هم بنات أخي، بنات أختي، لأن هذه البنت التي رضعت من أمي أو رضعت بلبن أبي هي أختي، فلذلك بناتها وبنات أولادها أنا أعتبر في حقهن خال، فهن بنات أختي، ها بنات أختي. لذلك يا أحبة يعني العبارة تتغير، وهذه موجودة حتى في نسخة الصنعاني، يعني لا بد من التعديل، نقول في الأولى بلبن أبيك. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم، أعني قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع. الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب، وهي أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. الثانية أم نافلتك إما بنتك. طب خلينا نقف أيضا واحدة واحدة. طبعا ها الحديث يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب هذا عام، لأن الماء هنا ماء الماء الموصولة وهي تفيد العموم، لكن الفقهاء خصصوا منه، يعني خصوا من هذا العموم أربع صور، وربما ألحق بعضهم غير هذه، لكن أكثر الفقهاء إنما خصوا هذه الأربع صور، بمعنى يجوز للرجل أن يتزوج يعني من هؤلاء النسوة. قال: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم، أعني قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذكرنا وجه العموم أن ما ها هنا من صيغ العموم، ما الموصولة ها هنا من صيغ العموم، فخصص الفقهاء أربع نسوة يجوز للرجل أن يتزوجهن ولا يحرمن من الرضاع. فقال: فبدأ أولا ببيان وجه كون هؤلاء النسوة هن أقرباؤك من النسب، فقال: أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك، أم أخيك أو أم أختك، إما أن تكون أمك أو زوجة أبيك، ولا ريب أن كلاهما حرام، يعني الأولى الأم محرمة بالنسب، والثانية أيضا محرمة بالصهر لأنها زوجة أبيك. تبين وجه الصلة، وجه كونها من النسب، الأم واضحة، لكن زوجة الأب يعني نقول ها هنا يعني الاستثناء ها هنا للمصاهرة وليس للناس، لكن بالنسبة للأم واضحة. قال: ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك المرضعة. إذا جاءت أجنبية فأرضعت أخاك، أرضعت أخوك، إذا أردت أن تتزوج من هذه المرضعة لك ذلك. قالوا: هذه مستثنات، هذه مستثنات من هذا العموم، فلذلك إذا رضع أخوك من امرأة وأردت أن تتزوج من هذه المرضعة نقول لا بأس في ذلك، لكن تقول يعني حديث النبي يحرم من الرضاع ما نقول خصص أهل العلم هذه الصورة من هذا العموم. نعم. قال رحمه الله: الثانية أم نافلتك، إما بنتك أو زوجة أبيك وهما حرام. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بابن، ولا زوجة ابن بأن ترضع أجنبية نافلتك. بارك الله. هذه الصورة الثانية التي يجوز تستثنى من هذا العموم. قال: أم نافلتك، النافلة هو الحفيد، سواء من قبل البنت أو قبل الابن. أم نافلتك، إما أن تكون بنتك جاءت بولد فهي أم حفيدك، بنتك أم حفيدك، أو زوجة ابنك هي أم حفيدك، زوجة ابنك هي أم حفيدك، ولا ريب أن كلاهما حرام. أما البنت فحرمتها من النسب، حرمتها من النسب، وزوجة الابن حرمتها من قبل المصاهرة، من قبل المصاهرة. قال: وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة، ولا زوجة ابن، بأن ترضع أجنبية نافلتك. طيب، هب أن أجنبية جاء فأرضعت حفيدك، ابن ابنتك أو ابن بنتك، ابن ابنتك عفوا، العفو، أرضعت يعني جاء فأرضعت ابن ابنتك، عفوا، أرضعت، تلخبطنا، أم نافلة أم حفيدك، إما بنتك، إما أن تكون بنتك، ها، إما أن تكون بنتك أو زوجة ابنك، ولا ريب أن كلاهما حرام. وقلنا حرمة البنت
للنسب، وحرمة زوجة الابن للمصاهرة. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن ترضع أجنبية نافلتك. جاءت أجنبية فأرضعت حفيدك ابن ابنتك أو ابن ابنك، طب هذه المرضعة هل يجوز لي أن أتزوجها؟ نعم، قالوا يجوز لك أن تتزوجها إذا أرضعت حفيدك من بنتك أو من ابنك، مع أنها مع أن هذه المرضعة صارت أما لأحفادي بالرضاعة، لكن قالوا يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرضعة. نعم، الثالثة. قال رحمه الله: الثالثة جدة ولدك من النسب، إما أمك أو أم زوجتك، وهما حرام. وفي الرضاع قد لا تكون أما ولا أم زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك، فأمها جدة ولدك وليست بأمك ولا أم زوجتك. طيب، جدة ولدك من النسب، ولدي جدته أمي أو أم زوجتي، ولا ريب أنهما حرام. أمي تحريمها بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم، وزوجتي حرمتها بالمصاهرة. وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة، كما لو أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست بأمك ولا أم زوجتك، فيجوز لوالده أن يتزوج أمها، يجوز لهذا الوالد أن يتزوج أمها. ولعلي يعني نلخص هذا، نقول جدة ولدك من صلبك، ولدك الذي هو من صلبك، إما أن تكون أمك أو أم زوجتك. إذا سئلت من جدة زوجة ابنك ولدك، تقول أمي زي جدته، وجدته كذلك أم زوجتي، وكلاهما لا ريب أنه حرام. فجاءت أجنبية فأرضعت ولدك، أرضعت ولدك، طيب أم هذه المرضعة تعتبر جدة لولدي، أم هذه المرضعة تعتبر جدة لولدي من الرضاع، لكن يجوز لي أن أنكحها، أن أتزوجها، يجوز لي أن أتزوج أم مرضعة ولدي. وأيضا هذه من الصور التي استثناها أهل العلم فقالوا يجوز، مع أنها أم إذا سئل هذه جدته، هي تعتبر جدة ولدي من الرضاع، لكن قال أهل العلم يجوز للرجل أن يتزوج أم مرضعة ولده. نعم، والرابعة. السلام عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أخت ولدك من النسب حرام، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة. فهذه الأربعة مستثنيات من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب الصورة الرابعة أيضا التي استثنيت، بمعنى أن الرجل يجوز أن يتزوج أخت ولدك من صلبك، إذا قلت من أخت ولدك؟ هي بنتي. طبعا هو الكلام كما ذكرنا يعني طريقة المؤلف فيها يعني فيها شيء من أخت ولدك، أخت ولدك هي بنتك، أو تكون ربيبتك بمعنى ابنة زوجتك التي دخلت عليها، أو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذه حرمة بالمصاهرة، يعني لما تزوجت المرأة، هذه المرأة ولها بنت من زوج سابق، صارت محرمة عليه، صارت كابنتي. لو أرضعت أجنبية ولدك
فبنت المرضعة، بنت هذه المرضعة هي أخت ابني، بنت هذه المرضعة هي أخت ابني، لكنها ليست حرام، بمعنى يجوز لي أن أتزوجها. هذه أربع صور ذكرها المؤلف، والفاكهي أيضا جاء في هذا المقام فألحق بها يعني صورا ثلاثا، من أراد فليرجع إليها. ثم نختم بآخر مسألة تتعلق، قال رحمه الله: وأما أخت الأخ فلا تحرم لا من النسب ولا من الرضاع، وصورته أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم وهي أخت أخيه. وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك. وكان هذه الصورة ليست يعني ليست ملحقة يعني بالصور السابقة، لكن كأن المؤلف أراد أن ينبه، يعني ينبه بمعنى أن هذه ما في حرمة، لا حرمة فيها في بالنسب، ليست ثمة حرمة في النسب، ومن باب أولى ألا يلحق بها حرمة الرضاع، معنى ليست محرمة منها. قال: وأما أخت الأخ، أخت الأخ فلا تحرم من النسب ولا من الرضاع. كيف أخت الأخ ولا تكون محرمة بالنسب؟ قال: صورة المسألة أن يكون لك أخ من أب، عندك أخ من أبوك، وعندك أخت من أمك، وعندك أخت من أمك. قال: ها هنا يجوز لأخيك من أب أن ينكح أختك من الأم، لذلك يلغز بها، يعني تأتي لغز، يقول يعني يقال في هذا متى يجوز يعني للأخ أن يتزوج، متى يجوز لأخيك أن يتزوج أختك، فتأتي هذه لا حرمة فيها، عندك أخ من أب وأخت من أم. قالوا: يجوز لأخيك من أب أن ينكح أو أن يتزوج أختك من أمك، لا بأس فيه، فلذلك لا حرمتها هنا في النسب، فمن باب أولى ألا يلحق بها حرمة الرضاع. قال: وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك، قريبة يعني من يعني قريبة الشبه من هذا، فكما أنه أصلا من حيث النسب لا يحرم، فكذلك من حيث الرضاع على هذه الصورة أيضا لا يكون محرما. ثم قال المؤلف وفي معنى الحديث: حديث عائشة الذي بعده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، من الولادة. فلعلنا إن شاء الله تعالى نقف عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.